اللهم صل وسلم وبارك عليه ومحيا كالشمس منك مضيء أسفرت عنه ليلة غراء ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه وازدهاء اللهم صل وسلم وبارك عليه وأتت قومها بأفضل مما حملت قبل مريم العذراء وتوالت بشرى الهواتف أن قد ولد المصطفى وحق الهناء هذا وقد استحسن القيام عند ذكر مولده الشريف أئمة ذو رواية وربية فطوبى لمن كان تعظيمه صلى الله عليه وسلم غاية مرامه ومرماه عطر اللهم تربته العلية بعرف أفضل سلام وصلاة اللهم صل وسلم